السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نعرفوا كيفاش نتيليشارجي ونانصاليو امريكان تراك سيمولاتور في شروحات جيمز. اليوم غادي نوريكم كيفاش نتيليشارجي وانصاليو باسهل طريقه. وكما كتعرفوا شرحنا في الحلقه اللي فاتت الجو ديال اورو تراك سيمولاتور، هو بحاله بحال اورو تراك سيمولاتور تماما، هو نفس البازيك نفس كل شيء، يعني نفس الشركه CSC سوفتوير هي اللي مصايبه امريكان تراك واورو تراك سيمولاتور. ولكن امريكان باش كتختلف عليها هي في الدوله الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه، واورو تراك مصايبها في اوروب، يعني عند فرنسا المانيا انجلترا والدول الاخرى السويد الدنمارك اللي جعلنا نمشيو لهم. المهم كتكون امريكان تراك من ثلاثه ديال الولايات، نافادا وانا ما عرفت الله الا نسيت بالله، واريزونا وما عقلتش شنو اخر. المهم شي ثلاثه الولايات، اريزونا دي ال سي جديد ولكن داروا فابور هادشي باش مزيان. المهم اليوم غادي نعطيكم لين ديال ميديا فاير، غادي تيليشارجيو داكشي باسهل طريقه، يعني داونلود داكشي ما كاين والو. تحيه لهاد راس الخاسيه. المهم شنقول لكم دابا غادي نمشيو نجبدوا لين ديال منين تيليشارجينا داك التخربيق. هاي شو غادي يعطيكم هاد اللي فيه شي بحال هكا في زيب، غادي تاكستراكتيوهم تكليكيو على سيت اب، نكليكيو على يس. راكم عارفين الطريقه ديال سيت اب سهله بزاف، ما كت يعني ما فيهاش شي مشاكل ولا شي حاجه، داكشي بحال هكا تقول ستيم ما كاينش داك المشكل ديال الكراك ولا شي حاجه، داكشي مكراكي هاني. كما كتشوفوا معنا كديروا نيكس 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 وكدير انستال. انا ديجا مانستاليها، غنقول لكم فين تيحطوا داكشي، ها هو تيحطوا هنايا ار جي امريكان تراك سيمولاتور كما كتشوفوا معانا، ها هو ها هي كما كتشوفوا معانا، ها هما اللي فيشي. حتى حنا كندخلوا لهاد بين كندخلوا لوين 64، ها هي ا ام تراك كتدخل ليها وكيخدم لك الجو مكراكي بكلشي ديالو. كنتمنى الفيديو يعجبكم، التدوينه اللي فيها الداونلود غادي تلقاوها في اسفل الفيديو. ما عرفتش علاش هاد النهار هضرت بالدارجه، ما بغيتش نهضر بالعربيه ما عرفتش علاش. المهم تحيه للدراري اللي معنا في تيم سبيك، وتحيه للشرايدر ها هو دابا معنا دخل الشانيل. يلا تهلاو الفيديو جديده ان شاء الله.